تفعيل القيادة الذاتية ونقاط القوة لتحقيق الأهداف. أهلا وسهلا فيكي بالفقرة الأخيرة من المحور الثاني من الموك. اليوم رح أتحداكي بسؤال: شو اللي بيخلي حياتك تستحق العيش؟ وشو اللي بيحفزنا لنعيش بوقت بحيطنا العالم بالكثير من الضغوطات والمشاكل؟ هيدا السؤال طرحه عالم النفس ميهاي تشيكسنتميهايلي، واللي عاش الحرب العالمية الثانية وكان بيسأل كيف استطاعوا الناس اللي عاشوا الكوارث والحروب إنه يلاقوا معنى جديد لحياتهم ويستمروا فيها. الجواب على هالسؤال: أولاً من خلال التعمق أكثر بمفهوم وطريقة تطبيق القيادة الذاتية اللي بتدفعنا لعيش حياة ذات معنى. ثانياً من خلال الوعي لقدراتنا مواهبنا وتمكين ذاتنا واستثمارها لتحقيق القيادة الذاتية، وبشكل خاص بالحياة المهنية. نبلش بالنقطة الأولى، القيادة الذاتية شو هي؟ وكيف يمكن لنقاط القوة والمواهب اللي عندك إياها أنه تساعدك بهذا المجال؟ إذا كانت القيادة عامة هي القدرة على التأثير على الآخرين، فالقيادة الذاتية هي القدرة على التأثير على الذات لتحقيق أهداف منلاقي فيها معنى بالاستناد إلى استراتيجيات معينة. الباحثة ماريا دوبليسيوس تعطي تعريف آخر للقيادة الذاتية مطعم بنفحة من علم النفس الإيجابي، وبتقول: تشير القيادة الذاتية الإيجابية إلى القدرة على تحديد وتطبيق نقاط القوة المميزة للبدء في شيء ما، أو الحفاظ أو المثابرة في السلوكيات المؤثرة ذاتياً. بإمكانك أن تقيمي قدرتك على القيادة الذاتية من خلال استبيان موجود بالملحق. فعلى سبيل المثال، عقلية النمو واللي تعمقنا فيها بالفقرة رقم 10 هي أحد الاستراتيجيات الإدراكية لتحقيق القيادة الذاتية. أما هلأ فرح نتعمق بالقيادة الذاتية من خلال عملية تطبيقية مؤلفة من 3 خطوات متتالية، هي المعرفة الذاتية، وضع الأهداف، والإدارة الذاتية. إذن الخطوة الأولى بالقيادة الذاتية هي المعرفة الذاتية. عند بحثنا عن طريقنا بالحياة لازم نركز على القيم اللي بنؤمن بها وعلى نقاط قوتنا. للحقيقة بيلاقوا الناس صعوبة بتحديد هالنقطتين إذا ما سئلوا عنهم بالوقت اللي يمكن أن نكتشفهم من خلال عيش الاختبارات ومن ثم إعادة النظر بها. وجود المعنى وتفعيل نقاط القوة هن المفاتيح لأي التزام طويل المدى، ولا سيما الالتزام المهني اللي منرغب نحقق ذاتنا من خلاله. رح نركز هلأ على نقاط القوة وكيف يمكن اكتشافها واستثمارها للانطلاق بالحياة المهنية. بتخبرنا الفاشينيستا والإنفلونسر تاس ديلي كيف إنه حبها للجمال والأناقة دفعوها من دون تخطيط إنه تصير إنفلونسر. وبتقول: كان حسابي على الإنستغرام موجود لسنين، بلشته مثل أي شخص تاني، وهو حساب شخصي هدفه مشاركة لقطات عامة من حياتي. وبال2015 قمت بمبادرة تمويل جماعي لشراء جهاز بشير له باعتزاز باسم زراعة القوية، وهي من الأجهزة اللي بتسمح لي إنه أكون أكثر استقلالية. قبل هيدا الجهاز ما كنت أقدر أكل أو حط مساحيق التجميل، ولما صرت أقدر أعمل هالأشياء بلشت أستخدم إنستغرام لتوثيق تقدمي. تدريجياً بلشت بعض الماركات التجارية تلاحظها لتاس، ونشرت لها أحد الماركات صورة إلها على صفحاتها. وبين ليل وضحاها اكتسبت تاس 20,000 فولوور. وبتقول تاس: فوجئت بشكل لا يصدق بالنجاح اللي حققته صفحتي القديمة والصغيرة. وبتقول أيضاً: أنا ما بركز على المحتوى الخاص فيي ولا بركز على أمور إلى علاقة بإعاقتي، كل شي بلش بسبب حبي للمكياج والأزياء، وحيكون هيدا شي دايماً هدفي الرئيسي. وعندي كتير من الأشخاص ذوي الإعاقة بتابعوني واللي خبروني إني حفزتهم وألهمتهم على تحقيق أهدافهم وأحلامهم دفعة واحدة. فالشغف المشترك بشي ما يمكن إنه يكون فعال بشكل لا يصدق. اختبار تاس خير دليل على كيف إنه الإنسان لما بيستعين بنقاط قوته ممكن إنه يشق طريقه بالحياة ويعمل تغيير ويكون ناجح. بالإضافة لحبها للجمال، شو برأيك نقاط القوة اللي استخدمتها تاس؟ رح تلاقي بالملحق جدول الـ 24 نقطة قوة شخصية مدونة من عالم النفس الإيجابي مارتن سليجمان والمصنفة ضمن 6 أنواع من الفضيلة. حسب سليجمان، ميزة هاي النقاط إنها بتمثل أفضل ما يمكن للإنسانية أن تقدم بغض النظر عن الزمان والمكان. على الأغلب إنه تاس بالإضافة لحبها للجمال استخدمت نقاط القوة التالية:
مثل الإبداع لمعالجة التحديات وإيجاد حلول، حب التعلم لتتقدم بمجالي المكياج والتواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا، الشجاعة والمواظبة والحماس لتتجرأ على إظهار نفسها. وإنت شو هي نقاط قوتك؟ شاركينا بالتعليقات باختبار من حياتك الشخصية أو المهنية واجهتي فيها تحدي وأحرزتي فرق إيجابي وأظهرتي أفضل ما لديك. برأيك شو هي نقاط القوة اللي استخدمتيها بهذا الموقف؟ خلونا نلقي نظرة على تنوع نقاط القوة واللي بتشمل نقاط القوة الشخصية، أي السمات الشخصية الإيجابية، منا متعلق بذاتنا مثل القدرة على الامتنان، ومنا متعلق بما نفعل مثل القدرة على الإبداع. بدعوكي هون إلى إكمال هذا الاختبار واللي حيظهر لك أفضل 5 نقاط قوة موجودة بالفطرة عندك. القيم والفضائل، أي ما نعتز به داخلياً، كالفضائل الستة الأساسية اللي بيصنفها الفيا تيست. المواهب أي القدرات الفطرية، على سبيل المثال الذكاء المكاني، الموهبة الموسيقية، الذكاء العلائقي. المهارات ما ندرب أنفسنا على القيام به، مثل تطوير مهارة استخدام التكنولوجيا المعلوماتية. ويمكن تلاقي بالرابط التالي ما يعرف بمهارات القرن 21. الاهتمامات، أي النشاطات والاهتمامات اللي منحبها بشغف، مثل الرسم وأمور أخرى، غالباً ما بترتبط بنقاط قوتنا. الموارد، لدينا الدعم الخارجي، على سبيل المثال صداقات جيدة أو دعم عائلي. يمكن القيام أيضاً بالتدريب بالملحق، حيث بتلاقي مجموعة من 10 أسئلة قصيرة مساعدة. ننتقل هلا للخطوة الثانية بالقيادة الذاتية، وهي وضع الأهداف. لتسيير هالخطوة بقترح عليك تمرينين، الأول تطبيقي والثاني ذهني بيتطلب استعمال المخيلة. التمرين الأول هو تمرين بيت السعادة اللي بيظهر فيه 16 غرفة، وكل غرفة بتمثل مجال من مجالات الحياة. بيسمح لك التمرين أن تدركي أي مجالات بالحياة هي الأهم بالنسبة لك ولسعادتك. بتلاقي تمرين بيت السعادة بالملحق. بعد إيجاد المجال اللي بترغبي بتنميته من خلال وضع هدف، فيك تقوم باختبار تخيلي، حيث بتتخيل نفسك بالمستقبل. نفترض مثلاً أنه سارة أرادت أنه تستثمر بمهاراتها بمجال الحياكة أو ما يعرف بالخياطة، والاستفادة من موهبتها لإطلاق الماركة الخاصة فيها، ولتصميم وتسويق الأوشحة ذات الطابع الشخصي وبيعها أونلاين. كيف ممكن ممارسة القيادة الذاتية بوضع أهداف عملية من أجل تحقيق هذا الحلم؟ رح نطبق هون التمرين الثاني بوضع الأهداف، أي تمرين النظر إلى النفس المستقبلية، واللي منسميه أيضاً تمرين النظر من نافذة رغباتنا، بهدف جعل الحلم أقرب وأكثر واقعية. فحيث نحن عادة ننظر إلى أمالنا، الأمر الذي بيخلينا نشعر أنه نبعاد وبصعب تحقيقهم، بهذا التمرين رح ننظر إلى أمالنا وكأنه تم تحقيقهم سلف. إذن بمرحلة أولى ممكن لسارة أنه تتصور حلمها ورغباتها وكأنه نتحققه. مثلاً ممكن تتصور أنه قامت بسفر زمني بينقلها 5 سنوات إلى الأمام، وكيف ممكن تكون حياتها بالعام 2026 وقد تحقق ونجح مشروعها بماركة جديدة من الوشاحات، وشو هي التغيرات اللي حتقوم قامت فيها على مستوى الشخصي والمهني. أما المرحلة الثانية فتتم دائماً من نافذة المستقبل وكأنه الهدف الموجود قد تحقق. فمن نافذة 2026 تستعرض سارة المسيرة اللي قامت فيها والمراحل اللي تحولت حلمها لحقيقة. فالذي رجح تحقيق حلم سارة كان وضع الأهداف وتحويلها لخطة عمل من خلال الإجابة على بعض الأسئلة المساعدة، مثلاً معرفة السوق، أي معرفة إذا كانت الفكرة مناسبة وإذا كان هناك طلب عليها. معرفة المنافسة، هل هناك سلع مشابهة بالسوق وكيف ممكن تم بيعها وتسويقها وكيف لسارة ممكن تتميز. معرفة الكفاءات اللي بتحتاجها، فهل هي بحاجة لوجود تدريب متخصص لتساعدها على تطوير مهارات الإدارة ووضع خطة عمل. تحديد مصادر الدعم المعنوي والمادي، مين أشخاص المؤسسات اللي ممكن يدعموا سارة وشو هي فرص التمويل المتاحة. كل هذه الأسئلة وغيرها بتفتح مجال لسارة لوضع أهداف وإنشاء خطة عمل مع توقعات واقعية. من بعد ما استعرضنا الخطوتين الأساسيتين لتطبيق القيادة الذاتية، بنوصل للخطوة الثالثة اللي هي الإدارة الذاتية، واللي بتعني التطبيق الدائم للمعرفة الذاتية من خلال ممارسات واستراتيجيات رصد التقدم ما بين النقطة اللي وصلنا لها والهدف اللي بنطمح له. بتقدمنا الباحثة أنجلا داكورث مفهوم الجريت والمتعلق بموضوع المثابرة والجهد. من بعد ما اشتغلت داكورث في مجال التعليم، طرحت على نفسها السؤال التالي: شو اللي بيجعل بعض التلاميذ الأكثر ذكاءً بيفشلوا بينما البعض الآخر الأقل ذكاءً بينجحوا؟ أجابت داكورث بالمعادلة التالية:
الموهبة ضرب الجهد بتساوي الكفاءة، كفاءة ضرب الجهد بتساوي النجاح. أما بما يخص الأشخاص والنساء ذوي الإعاقة خاصة بمجال موضوع النجاح المهني، فمن استراتيجيات الإدارة الذاتية هناك الوعي للتعب أو الصعوبات الإضافية التي يمكن يواجهها كل شخص حسب نوع إعاقته، مع وضع خطط بديلة دائما. مثلا يمكن لسارة أن تختبر التعب الإضافي كنتيجة جلوسها لفترة طويلة، فخيار إطلاق مبادرتها المهنية الخاصة هو بنفس الوقت فرصة وتحدي. فمع فرصة تحقيق حلمها الشخصي رح تواجه سارة التحديات اللي بتواجهها أي امرأة أعمال، فإطلاق عمل قد يكون أمر متعب وبيتطلب التزام. من خلال مرافقة بمسيرة مع مدرب حياة أو لايف كوتشينج، أدركت سارة أهمية توقع فترات للتعب ووضعت بعض الممارسات المساعدة بتطبيق استراتيجية إذا حدث ذلك سأفعل هذا. مثلاً إذا مرت بفترات تعب واختبرت ألم مزمن، سوف أطلب بعض المساعدة لإكمال ما لدي من أعمال وأتوقف أن أخذ التزامات جديدة حتى أشعر بتحسن. وقبل الختام، وفيما يتعلق بموضوع تطبيق القيادة الذاتية وتفعيل نقاط القوة، سأشدد على العلاقة الحميمة بين تفعيل نقاط القوة وبين مستوى الطاقة اللي بيختبره عن تفعيل قوانا الشخصية، كما أنه بدي حفزك لأستثمارها بقدر الإمكان. فاللي بيميز الأشخاص ذات الإداء المميز ليس غياب نقاط الضعف، ولكن وجود عدد قليل من نقاط القوة العميقة. إذا طورت قوة معتدلة لتصير قوة عميقة، سيكون لها تأثير أكبر بكثير على الأداء من إصلاح نقاط الضعف. لذا من الضروري تفعيل نقاط القوة هذه، والتي يمكن أن تستثمر لإحراز فرق في العلاقات الشخصية ولا سيما في العلاقات الزوجية. نلتقي بالمحور الثالث للتعمق بهذا المكون الأساسي لحياة سعيدة وناجحة.